أنقذت هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية حياة 420 مريضاً من المصابين بأمراض الشرايين التاجية والجلطات بوحدات الهيئة، وذلك ضمن حملة الأسطرة نجاة والتي دشنتها الهيئة. المبادرة دي طبعاً فيها خدمات تتعلق بالطب الوقائي، اللي هو احنا بنوعي الناس، توعية الناس مهمة جداً، متابعة حالاتهم مهمة جداً فيما يتعلق بالضغط والكوليسترول والسكر، لأن دي عوامل الخطر اللي بتهدد شرايين القلب. الإهمال في علاجها بيؤدي إلى إصابة الشرايين بتصلب ودي وانسدادات. عندنا عيادة كوليسترول وعلاج كوليسترول كجزء من المبادرة برضه. عندنا عيادة ارتفاع ضغط الدم ومتابعته وعلاجه، ده موجود، فإحنا بنهتم بالجانب الوقائي. عندنا عيادة مكافحة التدخين موجودة في معهد القلب، ونقدر من خلال المبادرة دي كمان نشخص الحالات ونقدر نعرف بيها إحصائية نسبة الإصابة بيها في المجتمع قد إيه، وممكن نوجهه لتأدية الخدمة فيه، وممكن بالتالي نعد برامج تنظيمية ووقائية وعلاجية حسب نسبة انتشار هذه العوامل ونعالجها بسرعة. الهيئة تستهدف الوصول إلى النسب العالمية في استخدام تقنيات الأسطرة التدخلية الحديثة، فمعهد القلب أول من ساهم في هذه التقنية المتطورة حتى يتمكن من الوصول بنسبة إنقاذ حياة المريض إلى النسب العالمية بجميع مستشفيات الهيئة، وحتى يتم تقديم أفضل خدمة طبية للمريض بالمستشفيات. إحنا عندنا في المعهد هنا حوالي 8 غرف أسطرة جاهزين على مدار 24 ساعة. أنا عندي غرفة أسطرة جاهزة 24 ساعة بيتعمل فيها فقط حالات القلب العاجلة، طبعا من ذبيحات صدرية، جلطات قلب حادة. طبعا الخدمة في معهد قلب قالها زمان إن إحنا مركز متخصص للقلب فقط، ولذلك توسعت الهيئة في تطوير وإنشاء فرق أسطرة الطوارئ بمختلف وحداتها لتغطية أكبر عدد ممكن من محافظات الجمهورية. مبادرة جديدة أخرى تنضم إلى قائمة المبادرات التي تقدمها الدولة لتوفير الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين والعيش بحياة كريمة آمنة. من مصر ياسمين جبريل.